برونتو مهموها، انا مزنهر زي ريد فيلفت. بقولك ايه، بالرغم اني هتلر مع كل الناس وشخصيتي قوية والايجو بتاعي كبير، الا اني بموت في احساسي بضعفي معاكي. انت لسه هنا ولا مشيتي؟ لا، صورت لك الكواليس وعملت كام حوار، بس مشيت على طول عشان محدش يحس ان في بينا حاجة، وهنزلك الخبر. ايه؟ عايزني تاني؟ عايزك، بس مش في اللوكيشن، اسبقيني على المكتب. مفيش اي ديرتي توك تصبيرة. ماشي يا حيوان، يا رمة، يا عرة الرجالة. بليسيما. بقولك يا اسطى، اطلع بينا على المهندسين. حاضر. وشغل لي شيك شك شك عشان عايزة افك لفوق. عملية القلب المفتوح اللي هتشوفوها النهاردة دي من العمليات الثقيلة، ومش اي دكتور يسلك فيها، بس هي فلوسها حلوة وما بتاخدش وقت. عملية قلب وقومة، يعني لو انت فرود وعرفت تضرب لك 3-4 عمليات في اليوم هتعيش برنس. يا دكتور، يا دكتور، ابوس ايدك خلصني. عايز ايه يا سلامة؟ مش بنجهز للعملية؟ وبعدين انا ما ينفعش اعمل لك العملية على معدة فاضية. فاضية مين يا دكتورها؟ ده انا ضرب 5 بسطرمة بالبيض قبل ما اخش لك هنا اصلا. انت مالك انت؟ انا بتكلم على معدتي انا، ما ينفعش اعمل لك ومعدتي فاضية. معلش لا مؤاخذة. اهو يا سيدي. اعمل حسابك الشباب هيحضروا معانا العملية عشان عندهم امتحان عملي بكرة. نعم يا نقدري. لا يا دكتور، كده مش هينفع. ما تقفرش يا سلام، انا بقولك هيتفرجوا بس، ما حدش هيمد ايده جواك. ما تحسب بلفظك يا دكتور. تصدق انا غلطان ان انا بحترمك وباخد رأيك. انا ممكن اديك حقن البنج ما تقومش بعديها ونحفل عليك انا والطلبة. لا اوعى تفتكرني يا عويل، ده انا ممكن في الحالات العادية بندي المريض حقن البنج قبل العملية. في الحالات السامجة اللي زي سلامة بيستحسن نغفله.